في حد بس بعت لي ان الصوت مش شغال عنده. هو لا، انا لسه ما بدأتش اصلا. احنا هنبدأ بالظبط 8:30.
أهلا بيكو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صوتي مسموع لكلكم، ليكو كلكم ولا لأ؟ تمام. احنا اخر مرة اتكلمنا فيها اتكلمنا على فكرة البيانات وازاي ان انا اخدها على من اكسل للاس بي اس اس، وبدأنا نشتغل مع بعض نعمل كليننج للديتا، يعني نشوف ايه المشاكل اللي موجودة في الديتا، اذا كان فيها مثلا حاجة غريبة 11 وغير الكاتيجوريز اللي انا معرفاها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عندي مثلا ميل وفي ميل، لو لقيت كاتيجوري ثالثة متعرفة غريبة يبقى دي فيها مشكلة، لازم نعمل لها كليننج، يعني لازم تروح لأي كاتيجوري من الموجودين، نعرف إن في غلطة في الكلام ده، فنرجع تاني للاستمارة ونشوف فين المشكلة. ده كان بالنسبة لجزئية الكليننج للداتا، وقلنا نقدر نتعرف على ده من خلال الإيه؟ الفريكوانسز. فبما إن الداتا أو البيانات بالفعل بقت موجودة معايا على صفحة الإكسل، موجودة على من إكسل، وخدتها على الاس بي اس اس وظبطنا الداتا وبقت موجوده، ظبطنا الفاريبل فيو وظبطنا الداتا فيو، بما ان كل ده اتظبط نقدر ان احنا نشتغل بعد كده على فكره ايه؟ على فكره الديسكريبتيف ستاتستكس. فالديسكريبتيف ستاتستكس بينقسم لحاجتين رئيسيتين، الا وهي اول حاجه اللي هو الداتا عموما او الاناليسيس اوف داتا، الديسكريبتيف وانفرنشال، يعني احصاء وصفي واحصاء استدلالي، دول نوعين من انواع التحليل الاحصائي. الاولاني الا وهو الاحصاء الوصفي، ده اللي هشتغل معاكم عليه النهارده. والاحصاء الوصفي بيشمل حاجات عديده. اول شيء الاحصاء الوصفي بيشمله، ممكن اكتب هنا على صفحه وورد، ان الاحصاء الوصفي بيشمل جرافس، يعني الاحصاء الوصفي يشمل ايه بقى؟ يشمل جرافس يعني رسومات، وايه كمان؟ وجداول تكراريه، وبيشمل كمان زي وصف للبيانات يعني مقاييس إحصائية زي المتوسط إحصائية، مثل الوسط والوسيط والانحراف المعياري، كمان بالنسبة ده للإحصاء الوصفي. فالإحصاء الوصفي رسومات، جداول تكرارية، ومقاييس إحصائية زي الوسط والوسيط والانحراف المعياري، المنوال، التباين اللي هو الفاريانس، كل ده هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله واحدة واحدة كده بالراحة. فخلينا الأول نعمل opening الداتا كده، بعد ما عملنا لها كودينج، يعني دي بيانات على الاس بي اس اس بعد ما عملنا لها كود. فهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نقدر ان احنا، هو بس البرنامج بياخد وقت على ما بيفتح ده عموما، وليكم انتوا كمان هتلاقوه كده. طيب دي البيانات واللي اشتغلنا عليها امبارح، واتفقنا ازاي بننقل الارقام والكلام الجميل ده كله. دلوقتي انا هشتغل مع حضراتكم على ايه؟ على فكره ازاي بقى، تعالوا نرسم شويه رسومات ونعمل شويه جرافس. فلو هنبص على الاستماره الاول، عايزين نبص على الاستماره عشان نشوف ممكن نعمل ايه في الرسومات.
الاستمارة كان فيها شوية أسئلة عن البيانات الشخصية، فتعالوا نشوفها مع بعض. بس الأول يعني الاستمارة مقسمة أجزاء، احنا اتفقنا مع بعض الأول عندي بيانات خاصة الأول زي النوع، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة، وكمان المستوى الوظيفي، ايه وظيفة الشخص ده بالظبط. كل ده هنشتغل عليه بقى، نشوف نشوف بقى نشتغل عليه. طيب تعالوا بقى الأول نعمل الكلام ده. أنا يا إما دلوقتي عندي البيانات الرئيسية، الجنس والتعليم سنوات الخبرة الوظيفة، محتاجة إن أنا الأول أرسم الكلام ده، يا إما هرسم يا إما أعمله في شكل جداول تكرارية. جداول تكرارية يعني إيه؟ يعني أقول ده كام في المية وده كام في المية وهكذا. طيب إيه اللي بيحدده؟ بيحدده شكل الرسمة. يعني أنا لو عندي الباي تشارت اللي هو الباي تشارت اللي هو شكله دايرة، شكل الدائري ده اللي هو الباي تشارت. الباي تشارت ده يفضل أحسن استخدامه في الحاجات اللي هي less categories، يعني ما عنديش categories كتيرة عشان الرؤية تبقى واضحة في الرسمة دي. فتعالوا نشوف كده مثلا، ده اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في آخر المحاضرة، بدأنا إن احنا نتكلم فيه. دي رسمة، دي دايرة واضحة جدا من الدايرة دي، بحيث اللي يشوفها أول مرة يعرف خلاص أنا كده عندي الميل is greater than female، يعني الميلز أكبر من الفيميلز بكتير اللي جاوبوا على الاستمارة في العينة دي، فدي حاجة كويسة جدا. طيب تعالوا ندوس عليها كده دبل كليك. لو دوست عليها دبل كليك أقدر إن أنا أتحكم كمان إن أنا أخلي فيه ليبل، فأنا عايزة ليبل هنا يبقى موجود والليبل هنا يبقى موجود، فهنا جاب لي الأعداد فهتظهر لي هنا على الرسم. أقدر بعد كده أستفيد من الرسمة دي وأعمل لها كوبي وبيست جوه صفحة وورد عادي جدا، مفيش أي مشكلة. أجي هنا مثلا أحط الرسم عادي وأبدأ إن أنا أصغرها مثلا شوية لو حابة. ده بالنسبة لموضوع إيه؟ لموضوع الرسم ده. كده بالنسبة لي باي تشارت. الباي تشارت هنا عندي فيها 2 كاتيجوريز بس، فواضحة جدا. لو خدت حاجة تانية بالنسبة للأعمدة، الأعمدة دي اللي هي إيه؟ البار. البار هاخدها بالنسبة للسيمبل، تمام؟ فأنا هعمل بارز لمين بقى؟ للتعليم مثلا. ده بالنسبة لي أنا عايزة مثلا ما يحطليش أعداد، أنا عايزة يحطلي نسب، هقول له حطلي نسب. دي بالنسبة لي كده الأعداد، ولكن إيه؟ واخد الواي أكسس أو محور الوايات هنا، واخد الإيه؟ النسب. فهنا عندي نسبة لكل إيه؟ واحدة فيهم. طيب هنا مثلا بالنسبة لي لو أقدر، لو بصيت على الرسمة للوهلة الأولى هعرف بشكل مباشر إن أعلى نسب هي الدبلوم والبكالوريوس، دي ما فيهاش كلام. لو دوست عليها دبل كليك وبدأت أقول له إيه؟ برضه نفس القصة عشان تبان الليبلز على الجراف ولا أي حاجة، أدوس عليها دبل كليك وأقول له إيه؟ وضح لي هنا النسب، النسب عشان أنا شغالة نسب، فيوضح لي النسبة على كل واحدة، وأقفل الويندو دي، خلاص بقت بالنسبة لي واضحة جدا. دي بالنسبة لي أوضح. ممكن لو أنا رسمتها باي ممكن آخد نفس الكلام ده بس أخليها باي المستوى التعليمي، هشيل ده بقى المستوى التعليمي خليها بالباي. لو بصينا هنا هنلاقي الأكثر وضوحا إن هي الأعمدة، أقدر إن أنا أعرف بالظبط هنا العمود ده كومبيرد بده عشان الليفلز كتيرة، والليفلز كتيرة كأعمدة كمان كاتيجوريز، أنا عندي ثانوي في أقل ودبلوم وبكالوريوس، فهنا المقارنة في شكل جدول هتبقى أفضل بكتير، وممكن أعملها في شكل إيه؟ برسنتج. طب ده بالنسبة للإيه؟ للباي والبار. أنا بقى ممكن أعمل حاجة أحسن من كل ده، إزاي أدمج رسمتين في رسمة واحدة؟ بمعنى إيه؟ ده الكلام الجديد بقى، إزاي أدمج رسمتين في رسمة واحدة؟ يعني عايزة أشوف ده كم من الفيميل متعلمين كذا، متعلمين تعليم عالي وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه، وكم برضو من الفيميل متعلمين الكاتيجوريز، يعني عايزة أدخل التعليم في النوع. أعملها إزاي؟ هاجي هنا أقول له بار، بس أنا هقول له كلاسترد، هنشوف بقى عشان تفهموا قصدي في الفكرة دي.
واقول له الكاتيجوري اللي انا عايزه اعملها، عايزه اعمل التعليم بس خلي لي الكلاستر بالنسبه للايه، للنوع. تعالوا نشوف شكل الرسمه عشان تفهموا قصدي ازاي. طبعا في ناس لقطتها خلاص، ولكن انا اوضحها تاني للجزء ده. طيب انا هنا ده ايوه يا دكتور، دكتور زكريا، ايوه ان شاء الله يعني الدعم الفني هيوصلها لنا في اقرب وقت. طيب تعالوا نبص كده، احنا عارفين من الاول ان الذكور كانوا اعلى اكبر من الناس بكتير، بس لما ببص على التعليم قلت برضو اشوف التعليم جوه كل فئة مين الاكتر، ثانوي فاقل لقينا الذكور اعلى من الاناث. شوفوا هنا ده اللي انا اقصده، كل فئة هتلاقوا ليها 2 كاتيجوري، كام ميل منها وكام في ميل. فتعالوا بقى نعمل موضوع الليبل ده عشان نشوف برضو. يعني هنا ده الليبل عشان أقارن، فده اللي أنا كنت أقصده. يعني بينما الماجستير مش هنلاقي خالص، صفر. فلو بصينا هنا دي الكاتيجوريز، هنا قدرت أدخل 2 في بعض، بمعنى إن أنا أشوف أروح لكاتيجوري الثانوي في أقل وأشوف كام في ميل وكام ميل. فروحت الكاتيجوري الثانوي في أقل لقيتهم 22% ذكور و4% إناث، أو 4 يعني 4 كاونت أعداد عشان إحنا شغالين بالأعداد، وهكذا 153. طب إحنا متوقعين ده من الأول، لكن أنا بتكلم على الداتا بقى اللي لو لقينا فيها الميل والفيميل قد بعض. ممكن في الحالة اللي زي كده يا جماعة ألاقي إن الموضوع مش هيبقى زي ما أنتم متخيلين. تمام، فده بالنسبة لهذا الجزء. طيب تعالوا مع بعض بقى نعمل برضو 2 كاتيجوريز. لو أنا بعمل برضو جراف، ومن الجراف ده عايزة أعمل حاجة تانية ما تكونش معروفة، يعني أنا مثلا أروح برضو أعمل بار كلاسترد، بس بلاش الجنس، عايزة أشوف وزن بقى الوظيفة أو سنوات الخبرة. بصوا بقى الناس اللي مؤهلها، حاضر المحاضرات يا جماعة عشان اللي بيسألوا في الشات وفي الكيو اند ايه، المحاضرتين ان شاء الله هينزلوا لكم. الدعم الفني قال لي في اقرب فرصة ان شاء الله يبعتوا لنا الحاجة بإذن الله. طيب عشان انا مش معايا المحاضرة المسجلة، مش انا اللي بيبقى معايا. طيب دي يا جماعة البيانات، فانا عندي فئه ثانوي في اقل، هنلاقي بقى فيه هنا اختلافات في الكاتيجوريز. يعني مثلا هنا اعلى حاجه في ثانوي في اقل هي اللون الاخضر اللي هو بيمثل لي سنوات الخبره من 5 لاقل من 10، لكن هنلاقي مش كل مره الاخضر هو اعلى حاجه. يعني في فئه البكالوريوس هنلاقي ان سنوات الخبره في الكاتيجوري الخضراء دي منعدمه، يعني ما فيش حد خبرته من 5 لاقل من 10 موجودين في مرحله البكالوريوس، مش موجود. مش زي حكاية الذكور والإناث دايما الذكور هم الأعلى في كل فئة، لأ. ليه؟ لأن الذكور يعني كان عددهم كبير قوي، يعني معدي خالص، نسبتهم معدية 90%، فمتوقع إن أنا ألاقيهم هم الأعلى في كل فئة. لكن هنا لما جيت على الفئات التعليم اللي هي ثانوي في أقل ودبلوم وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه في أعلى، دي فئات التعليم، عايزة أبص بقى جوه كل فئة تعليم مين الأعلى سنوات خبرة في كل مرة. فعند الثانوي في أقل هنلاقي مفيش حد سنوات خبرته أقل من 5 في ثانوي في أقل، كلهم من 5 إلى أقل من 10 سنوات. هم دول. ولو بدأت إن أنا برضو أحط الليبلز عشان تبقى الرؤية أوضح، هنا على دول عشان ده برضو من ضمن الإحصاء الوصفي لحاجة جيدة إنها تتكتب في الريبورت وأنتوا بتكتبوا. فدلوقتي أنا اتكلمت في الإحصاء الوصفي على الجرافس العادي اللي هو الباي والبار، واتكلمت على حاجة ميكسد، هو ده الميكسد اللي أنا بتكلم عنه. ده برضو بيبقى لطيف إن هو يتكتب، خاصة لو هيديني مدلول على حاجة معينة، ده حاجة. وهتكلم بعد كده على الباقيين دلوقتي اللي هو الجداول وكمان المقاييس الإحصائية، بس خليني أكمل الرسم ده.
بس تركزوا معايا، ما حدش يتوه في الكلام اللي انا بتكلم فيه عشان مهم جدا. طيب دلوقتي انا اخدت الكاتيجوري الاولى اللي هي ثانوي فاقل، فلقيت والله الاخضر ده اللي بيمثلوا لي سنوات الخبره من 5 الى اقل من 10 هم 22 شخص، بينما اللي هم ايه بقى، بينما اللي هو الفئه اللي هي باللون الموف دي اللي هي من 15 لاقل من 20 في 4 اشخاص في جوه الفئه دي. طب باقي الفئات بقى لا، مش هنلاقي حد اكتر من 20 موجود، ولا حد في الفئات اللي هي من 10 ل 15 موجود اصلا، ولا اللي هي اقل من 5. لكن الفئتين الوحيدين اللي مشمولين جوه ثانوي في اقل هم الناس اللي خبرتهم من 5 لاقل من 10، والناس اللي عندهم من 15 لاقل من 20. انا هقول لكم ده هيديني انديكيشن بيه في الاخر، بس خلينا نكمل. طب الفئة التانية ايه النظام فيها؟ دبلوم. دبلوم هلاقي فيها كل الفئات ما عدا مين؟ ما عدا الفئة اللي هي اللي باللون البيج اللي هنا، اللي هي الفئة اللي هي من 10 ل 15. تمام. طيب هنجد في البكالوريوس، والله انا مش معايا المحاضرات لسه، في كذا حد سألني عن المحاضرات، المحاضرات المسجلة مش معايا، ان شاء الله هتنزل لكم وفي اقرب وقت بإذن الله من الدعم الفني بإذن الله. طيب نيجي بقى على البكالوريوس. البكالوريوس هنلاقي مفيش اي فئة باللون الاخضر هنا خالص، من 5 لاقل من 10 هم دول اللي موجودين، اللي المفروض يكونوا موجودين في مرحلة البكالوريوس مش موجودين، ولكن والاخضر كمان والاصفر اللي هم اكثر من 20 دول مش موجودين معاه في مرحلة البكالوريوس. نيجي في مرحلة الماجستير هنلاقي فيه بس فئتين اللي موجودين، الناس اللي معاها ماجستير في 2 بس موجودين، الناس اللي هم خبرتهم اقل من 5 والناس اللي خبرتها من 10 ل 15. طب باقي الفئات من 15 ل 20 واكتر من 20 كل دول مش موجودين. دكتوراه فاعلى موجود لي عندي فئه واحده بس، الناس اللي خبرتهم من 5 ل 10، بعد كده اللي خبرتهم اعلى من كده مش موجودين اصلا، ما فيش حد خبرته من 10 من اكتر من 10 سنين بقى معاه دكتوراه موجود جوه الايه، جوه المكان ده جوه المستشفى. طيب ده هيديني انديكيشن بايه بقى اصلا؟ ان مفيش اصلا علاقه ما بين سنوات الخبره والتعليم. ممكن واحد يكون افنى حياته في العلم وخد دكتوراه وخد بوست دكتوراه من بره مصر واشتغل وعمل كل ده، ويكون خبرته في المكان اللي هو شغال فيه قليله عادي جدا، ما يبقاش عندي حد عايش في المكان 20 سنه. هو ده منطقي برضه ليه؟ لانه كل ما كان تعليمه اعلى ممكن يكون بيسافر كتير، بيعمل اعاره كتير، وبالتالي خبرته جوه المكان قليله، فده منطقي ان هو يحصل. ده برضو يديني انديكيشن وممكن يتكتب كاناليسز او كتعليق على الرسمه. برضو هنلاقي انه في ناس او مجموعه في البكالوريوس مثلا مش هنلاقي ان هم اكتر من 20 موجودين، ولا كذلك الماجستير. يعني هنلاقي المؤهلات العليا اللي هي من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في اعلى مفيش حد فيهم موجود من اكتر من 20 سنه، مفيش حد عدى عليه 20 سنه خالص في الفئات دي، على الرغم ان المفروض دول ناس ممكن يكون مضى عليهم اكتر من 20، لكن مفيش جوه الفئات دي حد مر عليه اكتر من 20 سنه. لكن هنيجي نلاقي الدبلوم ماله؟ الدبلوم لا، هنلاقي ان في ناس اكتر من 20 اكتر من 20 سنه مر عليهم وجودهم في المكان، قعدوا في المكان ده عادي. فده يديني انديكيشن. الليفلز المختلفه في الجرافس دي حلوه، ان انا اخد تو دايمنشنز دي بتديني انديكيشن، خاصة لو في حاجة معينة عايز ادرسها، يعني جوه الثانوي في اقل عايز ادرس جواه متغير تاني واشوف كم واحد ذكور كم واحد اناث. طب لا، عايزة في ثانوي في اقل عايز اشوف سنوات الخبرة دي حلوة. طب عايز اشوف برضو الوظيفة عاملة ازاي جوه كل فئة، فدي برضو حلوة جدا. فكل الحاجات دي بتديني انديكيشن قوي او بتفهمني معلومات اكتر عن اللي انا شغاله فيه. ممكن اشيل سنوات الوظيفه واحط مكانها ايه، سنوات الخبره واحط مكانها الوظيفه واقول اوكي. لو بصيت هنا هنا برضو بصيت على الوظائف هنلاقي ان الوظيفه ما فيش علاقه، ممكن واحد يبقى مدير مستشفى عادي جدا وهو معاه دبلوم عادي اهو، موجودين اللي هو اللي باللون الازرق موجوده، فالتعليم ما مش هو المؤثر هنا في الاختيار. مدير إدارة مدير إدارة أكتر مع فئة البكالوريوس. موظف فني أكتريتهم في الدبلوم والإيه والثانوي في أقل. ممكن ناس موظف فني ويشتغل الدكتوراه في أعلى عادي،
يبقى إذا الوظيفة ملهاش علاقة بالإيه؟ بالتعليم هنا في المستشفى دي. العبرة بالكفاءة مثلا، الخبرة، ممكن يكون عشان دول خبرتهم بتبقى أعلى في المجال، فهم اللي بيشيلوا حاجات خاصة بالإداريات الأكتر، زي مدير مستشفى، مدير إدارة، وهكذا. فده ده اللي يدينا إنديكيشن. يعني لما شفنا في الرسمة اللي فاتت، لقينا أكتر الناس اللي هم معاهم دبلومات هم أكتر الناس اللي كان قضوا في المكان أكتر من 20 سنة، فمنطقي جوه المستشفى دي إن ألاقي وظيفتهم يبقى إيه، أكتريتهم يبقوا مدير مستشفى أهو، اللي هو باللون الأزرق، وهكذا. إذا ده بالنسبة للإيه، للقصة دي. طيب بعد كده، ده بالنسبة للجرافس. يبقى أنا عندي دلوقتي أنواع كتيرة جدا. الحصان الوصفي من أهم الأجزاء اللي لازم تتعمل، ده برانش، ده قسم من أقسام التحليل جوه الإيه، الرسالة، تمام، أو جوه البحث اللي أنتوا بتعملوه. فدلوقتي أنا عملت في البحث، خلصت الإحصاء الوصفي من رسومات اللي أنا بتكلم عنها، رسمة عادية الباي ورسمة البار، وكمان بقول لكم رسمة ميكسد ما بين اتنين مع بعض، وقلنا ازاي نستشف معلومة مهمة من حاجة زي كده، ده اتكلمنا فيه. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي ممكن اعمل رسومات. خلاص احنا اتفقنا من جرافس، بروح هنا في الديالوجز دي وبختار يا اما باي يا اما بار. الحاجات الباقية دي اكتر بتبقى معدتها اللي فيها ايه، اللي فيها يعني اكتر فيها ايه، فيها تايم سيريز او فيها تايم، لان كل حاجه ليها اناليسيس برضو. طيب انا بقى عايزه اشتغل برضو على الرسومات او الجداول بقى من الاناليسيس هنا، او من انالايز هلاقي حاجه اسمها ديسكريبتيف ستاتستكس. ركزوا بقى معايا، ديسكريبتيف ستاتستكس هختار كلمه فريكوانسز، تمام، ومن هنا هبدا اشوف كل حاجه بتتكرر كام في الميه. فانا ممكن ادوس على النوع والتعليم وسنوات الخبرة والوظيفة، الاختيار الحالي، كل دول. أنا لو عايزة كل الحاجات دي وتتعمل لها في شكل جداول يبقى مفيش إيه مشكلة. طيب تعالوا ناخدهم كده، يبقى دول أنا بالنسبة لي أقدر إن أنا أعمل جداول لكل دول مرة واحدة، ممكن أختارهم كلهم دفعة واحدة مفيش مشكلة. وبعدين ده بالنسبة لجزء إيه، بالنسبة للمتغيرات اللي أنا عايزة لها جداول. احنا بس عايزين نبص على شكل الجدول عشان يحصل تنوع، مرة احط جرافس ومرة احط جداول. هاجي هنا على الاستاتستكس، الاستاتستكس دي بقى المقاييس اللي انا كلمتكم عنها، قلت لكم ممكن انا دلوقتي هطلع جداول عادية، وكمان هطلع سنترال تندنسي اللي هي مقاييس النزعة المركزية، واكيد سمعتوا عنها وهنتعلم ازاي برضو نعلق عليها لانها مهمة جدا. طيب انا عندي المين وعندي الميديان وعندي حاجة اسمها المود. المين ده اللي هو مين؟ اللي هو الوسط الحسابي. الميديان ده اللي هو ايه؟ الميديان ده اللي هو الوسيط. والمود هو ايه؟ هو المود هو القيمة الأكثر تكرارا في البيانات. طيب كل ده هنشوفه مهم جدا. كمان عندي الستاندرد ديفيشن والفاريانس والرينج، الباقيين دول هقول لكم المرة الجاية إن شاء الله هنكملهم. السكيونس والكورتوزز هنبدأ بيهم المرة الجاية إن شاء الله، بس خليني أركز على دول الأول، والجرافس نفسها والرسومات إزاي أقدر إن أنا أنوع بقى في الأناليسز وأعمل ريبورت كويس جدا، نقدر إن إحنا نكون ما يعني ما ينفعش الأناليسز يبقى عبارة عن جرافس بس اللي هو الوصفي، وأقول ده كام في المية وده كام في المية، لأ لازم يبقى فيه تنوع، جرافس ورسومات والجرافس نفسها جواها تنوع، يعني في باي وبار وفي اللي هو الميكس. طيب انا كده اخترت من الاستاتستكس كل الحاجات اللي انا عاوزاها، هدوس بعد كده ايه، اوكي، هيطلع لي جداول كتيره جدا جدا لان كل حاجه عمل لها الجدول الخاص بيها. طيب انا من هنا اقدر اطلع بمعلومات كتيره جدا. ايه المعلومات اللي انا اقدر اطلع منها؟ اولا انا عندي هنا النوع والتعليم اهو والوظيفه وال هنا والوظيفة برضو موجود، كل واحد كام فريكوانسي وكام بيرسنت. كمان اخترت كل المتغيرات اللي معايا، يعني أنا كتبت كله اللي هو الاختيار الحالي لمدراء المستشفيات. كم واحد موافق على الاختيار الحالي؟ اه لقينا 54.2%، ده دليل المستشفى دي ان الناس ايه، راضية عنها وراضية عن طريقة الانتخابات والنزاهة والكلام ده كله. هلاقي موافق 28.2%، فده نسبة كويسة.
وهكذا. فكل المتغيرات دي كويسة، احنا هنتعلم مع بعض ازاي نلم كل الجداول دي في جدول واحد. دي حتة كويسة جدا برضو. بس خلينا الأول نبص على الجدول الأولاني اللي ظهر لي هنا. الجدول الأولاني ده جدول طويل شوية، ممكن أمشي واحدة واحدة معاه كده كده لو همشي فيه. ليه هو كده؟ عشان أنا خدت عايزة المين والميديان والمود اللي هو الوسط الحسابي والوسيط والمنوال الانحراف المعياري والتباين، وكمان الرينج اللي هو الايه، الرينج ده اللي هو ايه، المدى اللي هو الفرق بين اعلى قيمة واقل قيمة. خدت كل دول، عايزة كل المقاييس دي لكل المتغيرات دي، متغيرات كتيرة جدا. فعشان اجيب لها كل المقاييس دي الموضوع بياخد ايه، بياخد لازم الجدول ياخد الشكل ده عشان محدش يتخض منه. طيب، ونفس ذات الجدول ده انا ممكن اعمله في جدول واحد بسيط بالطول بقى مش بالعرض. فكل ده ممكن معلومات نقدر ننقلها. طيب خليني بقى الاول اشتغل على الجدول ده. انا هاخد كل دول هعلم عليهم الاول. عايزة اشوف الاستمارة بس، اوري لحضراتكم الاستمارة. الجزء الثاني كان مختص بيه يا جماعة بالسؤال عن اختيار المدراء. انا همثل اختيار المدراء بعدد من العبارات، عايزة اشوف الناس دي راضية عن اختيار المدراء ولا لا. ورحت سألت السؤال الاولاني للشخص، اتخيلوها كده بقى، انا عندي الشخص الاولاني اهو، سألته قلت له يا ترى عاجبك، شايف ان الاختيار الحالي مناسب لإدارة المستشفى، وابدأ اقول له العبارات. طيب يا ترى اختيار المدراء كان بناء على المؤهلات العلمية فقط؟ طبعا احنا عرفنا الإجابة دي من ايه، من السؤال السابق من الرسمة، لقينا ان اختيار المدراء ملوش اي علاقة خالص بالتعليم خالص، لان ممكن حد معاه دبلوم يبقى مدير مستشفى عادي جدا. طيب اذا اختيار المدراء هنلاقي ان معظم الناس المفروض يقولوا انهم ايه، ان ما بيتمش بناء على المؤهلات العلمية فقط، لانه بيتم على اساس اشياء اخرى، يبقى هو هنا المفروض انه يكون لا اوافق. طيب والا بقى لو الناس قالت انها بتوافق انه بيتم الاختيار على المؤهل العلمي فقط، يبقى كده في ايه، في مشكله، لان الاختيار لا في حاجات تانية بيتم الاختيار عليها واضح داخل المستشفى. لان لو الاختيار بالمؤهل العلمي فقط كان زمانهم كل اللي معاهم دكتوراه في اعلى كلهم بقوا مديرين دلوقتي. طيب انا عندي بقى كام واحدة هنا، كام عبارة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عبارات لحد اللي هي يخضع اختيار المدير على لجان من الادارة العليا. اذا عندي 10 اسئلة بتقول اختيار الايه، اختيار المدراء. طب انا ليه بتكلم في الموضوع ده؟ بتكلم في الموضوع ده لبساطة شديدة جدا، لان انا هروح على الدوكيمنت اللي انا شغالة عليه وبكتب فيه الاناليسس في الاول، هعمل حاجة بسيطة اوي، هاخد نفس الجدول ده تاني اللي فيه ال4 عبارات بس هملاه بالنسب. يعني ايه؟ يعني هاجي اخد العبارات دي كده وهملاها بالنسب، هيبقى الموضوع كويس جدا، يعني هيبقى اسهل لي بكتير. هاجي هنا اشوف، اشوف النسب لما املى ده انا عندي كام عبارة، 10 عبارات. لو رحت على برنامج الاس بي اس اس، ركزوا معايا بقى، هنلاقي كام عبارة هنا، ادي 1 2 3 4 6 7، ده السادس السابع الثامن التاسع العاشر، دول ال10 جداول. ال10 جداول دول كل جدول بالمنظر ده، لكن لو كلهم ممكن يتجمعوا في جدول واحد بالمنظر اللطيف ده هيبقى أحسن بكتير. فأنا لو جيت على الجدول الأولاني اللي هو ده، اللي هو الاختيار الحالي لمدراء المستشفيات، عندي الفريكوانسي والبرسنت. حلو الكلام. طيب مالها الفريكوانسي والبرسنت؟ الفريكوانسي اللي هم دول والبرسنت اللي هم دول، انا ممكن عايزه الجدول اللي انا عملته يبقى بيتكلم في نسب. عادي جدا اقدر ان انا اعمل ايه، اعمل هنا النسب كده، هقول له بقى الاختيار الحالي المناسب لاداره المستشفى كم واحد طلع بيوافق على الكلام ده وبيقول المستشفى بتعمل كده. لو انا عايزاها بالنسب ممكن اكتبها بالنسب، اقول ايه 5.4% اللي بعده كام واحد قال اوافق، هنا اهم 28.2، اكتبها هنا 28.2%. طب اللي بعده كام، 6.1، 6.1%.
طب اللي بعده كام واحد قال وافق؟ 8.1%. طب اللي بعده كام؟ 3.4%. كويس كده، انا لخصت جدول كبير زي ده في سطر واحد. اجي على العبارة اللي بعديها، كام واحد قال ان المؤهل العلمي فقط هو اللي موافق عليه؟ النسب الكبيرة 44.9%. اكتب هنا 44.9%. طيب كام حد قال كده؟ دي كلها آرائهم، ده كله كلامهم. طب ممكن كلامهم يبقى بيقول بيملوا الاستمارة أي كلام وخلاص، ده عادي منطقي عادي، مش لازم كل كلامهم يبقى صح. ده اللي هنكتشفه عن طريق ايه؟ حاجة اسمها كرومبك ألفا، بقى نشوفه مع بعض في المحاضرات اللي جاية. طيب اللي بعده أنا ماشية معاكم واحدة واحدة أهو، 19%، دي نقطة، 5%. طيب اللي بعديها 3.4%. إذا ده يعني أول إيه؟ أول جدولين قدرنا إن إحنا نلخصهم في السطرين دول، يعني الموضوع لطيف أوي. إذا الموضوع كده بقى إيه؟ متلخص بشكل ألطف وأفضل، تمام؟ طيب وهكذا، كل عبارة فيهم مالها، كل عبارة فيهم أقدر إن أنا أعمل لها ريفليكشن، أو زي يعني تبقى ريفلكتد على الايه، على وورد اون اونلي وان تيبل، في جدول واحد وهكذا. ممكن اخد العبارات الخاصه بالجمل اللي بعد كده في الاستماره، يعني انا مثلا هنا كان العشر عبارات دول عشان يعكسوا لي رايه في اختيار مديرين المستشفيات. طب اللي بعديهم عندي شويه عبارات تانية، 1 2 3 4، حوالي برضو 7 عبارات. ال7 عبارات دول عشان يقولوا لي راي الشخص اللي انا بساله في تكليف الطبيب لإدارة المستشفى. هل الطبيب ده لما أنا بكلف الطبيب إن هو اللي يدير المستشفى مش واحد إداري فعلا، هل ده بيخليه مثلا بيأثر على وظيفته كطبيب؟ ما هو مش في مستشفيات يخلوا الطبيب هو المدير في نفس الوقت. هم عايزين بقى يشوفوا بعدد من العبارات هل ده بيأثر على إدارة المستشفى ولا لأ؟ فقال لك قال لك هل ده بيعوقه عن تطوره المهني للطب؟ طب هل ده بيأثر على عمله في الأبحاث العلمية؟ طب هل ده بيؤثر على تفرغه في إجراء العمليات الجراحية؟ يعني هل لازم كل واحد كل له وظيفته، يعني نجيب مدير مختص في علم الإدارة يدير المستشفى والطبيب يبقى مختص بمهنته كطبيب ولا لأ؟ فده كان إيه؟ حطوا مجموعة من الأسئلة يعكسوا السكشن ده او يعكسوا الموضوع ده. ممكن اخد الجداول العبارات دي كلها واحطها برضو في صفحة وورد، وابدا ان انا افرغ البرسنتج لكل ايه عبارة. ده من ايه؟ من جزئية برضو الاحصاء الايه الوصف. طيب الفكرة بعد ما هنعلق على كل العبارات او الجدول الواحد، هنقدر نعلق مرة واحدة، مش هناخد كل جدول من دول، لان عدد الجداول هنا يتجاوز ال30 جدول. لو هحطهم في البحث ده مش منطقي، ده مش بروفيشنال، يعني دي مش طريقه بروفيشنال ابدا في البحث العلمي. فاحنا بنحاول نلخص، نقول هو جدول واحد نقول منه كل اللي احنا طلعنا منه في ايه، في هذا الصدد. طيب نيجي بقى للجدول المهم اللي هو فوق خالص، اللي هو ده الجدول ده بالطول، احنا برضو هناخده بالعرض، ونبدا ان احنا نفرغ كل البيانات الخاصه بالمين والميديان والستاندرد ديفيشن. ده في العادي دول اللي بناخدهم. طيب نفرغها ازاي؟ ولا اي حاجة، بطريقة بسيطة جدا اهو. انا عندي دي العبارات، وليكن هم دول مثلا اللي هشتغل عليهم. ممكن اخد دي كده، طبعا انا لو وريتكم الشغل اللي ايه اللي معمول اصلا من الأول ممكن نشوفه مع بعض. مثلا ده هنا أهو، ده اللي أنا بقول لكم عليه اللي أنا عايزة أوصله. إحنا هنا ناخد مثل العبارات ده مثلا، اللي هو اختبار المديرين للمستشفيات اللي إحنا قلنا عليه، اللي هو هل اختيار المدير ده مناسب ولا لأ، اللي هو الجزء الأولاني. فأنا أخدنا إيه؟ أخدنا هنا الوسط الحساب والانحراف المعياري، بنكتبهم كده،
وفي جدول واحد قدرت ان انا الخص كل الايه المعلومات، فهقول انسرت واعمل جدول واكتب العبارات بهذا الشكل. هنا هنكتب العبارات، وهيبقى العبارة الأولى والعبارة الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والسبعة. وعندي هنا هجيب مثلا، هاجي هنا برضو ممكن أضيف إيه كمان، أنا قلت هحسب ال، هنحسب إيه هنا المتوسط، وهنحسب كمان إيه الوسيط أو الانحراف المعياري. والوسيط كمان، تمام. طيب كل الحاجات دي مهمة جدا ان احنا نعرف يعني ايه كل واحدة منهم هي ايه. فانا بالنسبة لي المتوسط ده اللي هو ايه، متوسط بمعنى ايه، انا لو عندي شوية مجموعة طلاب، لو جيت هنا الاختيار الحالي لمدراء المستشفيات، انا لقيت ان المين المتوسط بكام، 1.78، وانا كان عندي الموافقون الغير الموافق بشدة كان واخد 1، والموافق فقط بياخد 2، وهكذا. يعني الأعلى رقم هو اللي إيه تجاه الغير موافق. فأنا لقيت الرقم قليل، ده معناه إيه؟ معناه إن أنا هنا إيه ناحية الغير موافق أكتر من الإيه من الموافقون. فتعالوا مثلا نشوف اللي أنا أقصده بس أكتر عشان أوضح الصورة. لو أنا هشرح على صفحة بينت كده مع حضراتكم هنا، فأنا عندي مجموعة من الأرقام 1 و2 و5، عندي مجموعة الأرقام دي أنا عايزة أشوف مع بعض عشان بس نوضح الفرق. لا مفيش صوت راح، أنا بس قفلت عشان أكتب، تمام، بس أنا بتكلم دلوقتي. طيب الأرقام اللي موجودة 1 و2 و5 و7 و1 و3، أنتوا الصوت سامعينه صح ولا إيه؟ طيب الأرقام اللي قدامكم دي أنا محتاجة إن أنا عايزة أفهم بس معاكم الأول الوسط والوسيط والمنوال والانحراف المعياري ده معناه ايه، بس معناه عشان نقدر ايه نكتب، تمام. طيب انا دلوقتي لو عايز احسب المين، المين ده اللي هو المتوسط. يعني ايه المتوسط؟ كلنا عارفينه، المتوسط يعني بجمع القيم دي واقسمها على عددها، صح، انتوا كلكم عارفين القصه دي. يعني اقول 1 + 2 + 5 ده ب 8، 8 و7 كام؟ 15. 15 و4 19. 19 على كام؟ دول كام رقم؟ 19 على 6. تمام؟ طيب يديني كام؟ يديني 3 وشوية، 3 بوينت حاجة، تمام؟ طيب الرقم اللي طلع ده بيمثل إيه؟ ده معناه إيه بقى؟ لو أنا مثلا هفترض إن الأرقام اللي قدامكم دي درجات طلبة في الحضانة وبياخدوا من 10، يبقى ده متوسط. معناه إن متوسط الأرقام around الإيه؟ الماجوريتي أوف ذا داتا around الفاليو اللي هي 3.1، يعني معظم درجات الطلبة دي في الحضانة أو في المدرسة أو وات إيفر إيه بتدور درجاتهم حوالين 3.1، وده معناه يديني إنديكيشن إن الطلبة دي مش شاطرين، دول مش شاطرين يعني ابدا. ليه؟ لانه 3.1 والدرجه النهائيه من 10، فده متوسط الايه، ده المتوسط. يبقى بنقول ان متوسط درجات الطلاب بيساوي 3.1، حيث ان اغلبيه الدرجات بتتمحور حول ايه، حول هذه الدرجه، تمام. ده بالنسبه للمتوسط. طب الوسيط اللي هو ايه بقى؟ الوسيط اللي هو انه انا ارتب، الوسيط بيعمل ايه، بيرتب البيانات الاول من الاعلى، من الأقل للأعلى، يعني 1 وبعدين 2، طبعا 1 1 لأن في 2 1 2 1، وبعدين 3
وبعدين 5 وبعدين 7. حلو الكلام. طيب دي الأرقام، وبعدين هنعمل إيه؟ أنا رتبتهم من الأقل للأعلى، مين الرقم اللي في النص؟ هما الرقمين دول اللي في النص، هاخد المتوسط ما بينهم يعني 2.5. ماشي؟ طيب حلو، الحسابات جميلة، بس برضو إزاي هفسر الكلام ده؟ خلاص إحنا فسرنا المتوسط، قلنا إيه؟ إن متوسط الدرجات بتدور حوالين الرقم ده، وإن أغلبية البيانات هتكون حوالين الفاليو دي. طب في الوسيط بقى، الوسيط بيقول لك إنه أنا برتب القيم وباخد الرقم اللي في النص، معناها إيه؟ بنفسرها كالآتي، بقول إن 50% من البيانات هتكون أعلى من 2.5، و50% من البيانات أقل من الإيه؟ من 2.5. إحنا بنقول كده الكلام ده ليه؟ لأن ده اللي بيديني إنديكيشن على إيه؟ على موضوع المعنى أو المفهوم، هنا معناه إن ده في النص، ف50 أعلى و50 أقل، خلصنا. لكن المتوسط أو الوسط الحسابي بيقول إيه؟ بيقول إن أغلب البيانات تتمحور حول القيمة 3.1. طيب ده بالنسبة للإيه؟ للطريقة الكتابة هنا في الجزء ده. طيب أنا هنا عايزة برضو أتكلم على الانحراف المعياري. يا ترى لو عندنا أرقام تانية، دول أرقام، طب لو عندي مثلا أرقام تانية زي 1 وبعدين 50 وبعدين 30 وبعدين 2 وبعدين 100، خليني أخد رقم كمان تاني معاهم اللي هو وليكن 7. طيب أنا أفترض إن الدرجات من هنا من 100 وهنا من 100، ماشي؟ اللي هما بالأصفر ودول بالأصفر، دول من 100 برضو. طيب مين فيهم اللي هيبقى التشتت أعلى في البيانات؟ دول متشتتين أكتر ولا دول المتشتتين أكتر؟ بالتأكيد الفئة دي هي الأكتر تشتت. ليه؟ لأن في مسافات كبيرة ما بينهم، الداتا مش هوموجينيوس. يعني ايه هوموجينيوس؟ يعني الداتا مش قريبه لبعضها، في شويه جايبين قليل قوي وشويه جايبين عالي قوي، مفيش حاجه ايه في النص كده تخلي الداتا هوموجينيوس او متكاتفه. لكن هنقول المجموعه الاولى لو الدرجات كانت من 100 مثلا، لا هنلاقي ان كلهم ايه متكاتفين، متكدسين في حته واحده، فنقدر نقول ان البيانات هنا هوموجينيوس، يعني هم كلهم درجاتهم وحشه ومش شاطرين والكلام ده كله، ولكن كلهم متجانسه، الداتا قريبه قوي لبعض. يبقى انا متوقعه لما اجي احسب الانحراف المعياري لدول، الانحراف المعياري ده هو اللي بيقيس التشتت. عشان كده اقدر اقول ان الانحراف المعياري هو مقياس من مقاييس التشتت، كل ما كان قليل كل ما كان القيمه ايه اعلى، فده بيقيس مدى البعد عن المتوسط، كل ما كان البعد عن المتوسط قريب كل ما كان الداتا ايه هوموجينيوس ومتجانسه اكتر. فاقدر اقول ان الداتا الاولانيه دي ان البيانات فيها متجانسه اكتر من البيانات التانيه لو هقارن. يبقى مين الاكثر تجانسا؟ البيانات الاولى. ليه؟ لانها البيانات او الارقام قريبه لبعض، لكن البيانات التانيه لا، بعاد عن بعض. تمام، فده اللي بقدر اقوله في الايه في الجزء ده، عشان اقدر اقول ما انا ده اللي بشرحه دلوقتي. انا بشرح دلوقتي عشان في حد اسمه محمود عيسى بيسأل على طريقة شرح المتوسط والانحراف المعياري. طيب الانحراف المعياري اصلا بيتحسب ازاي؟ بيتحسب عن طريق ان انا باخد كل رقم من دول واطرحه من الايه من المتوسط. يعني مثلا لو هحسب الانحراف المعياري للداتا الاولانيه دي هقول ايه؟ بيتحسب كالاتي، بقول 1، باخد اول رقم اللي هو 1، كل رقم بعمل فيه نفس القصه، 1 ناقص المتوسط اللي هو كان كام، 3.1، الكل تربيع، تمام، زائد تاني نفس القصة للرقم اللي بعديه اللي هو كام، اللي هو 2 ناقص 3.1، الكل تربيع، زائد تاني لحد ما اوصل لاخر رقم اللي هو معانا هنا كام، اللي هو كان 3 هنا في البيانات دي، وهعمل ده للخمسة والسبعة والواحد وبرضه التلاتة، يبقى هكمل لحد ما اوصل للايه للتلاتة، هقول 3 ناقص 3.1، الكل التربيع مقسوم على كام،
على ان ناقص واحد، ان اللي هو عددهم 6 ناقص واحد، هو ده القانون. يبقى كده قدرت احسب الانحراف المعياري. كده باخد جذره طبعا، عشان ده كده مين، ده التباين، هاخد جذره على طول اوصل للانحراف. يبقى اذا ده بالنسبه لي ايه، الانحراف المعياري. طيب هحسبها اس بي اس اس دلوقتي، ما انا عملتها اس بي اس اس، ده الاس بي اس اس اهو هنا جابها لي في لحظه الاس بي اس اس. يبقى ده طريقه الحساب. طبعا انا عندي بيانات دلوقتي 400 وشويه، فاكرين كانوا 400 وشويه، ال 400 وشويه دول انا طبعا مش هاخد كل رقم من 400 واقعد احسب بايدي، لا احنا بنحسب ده ببرامج. طيب البرنامج هنا قال لي ايه بقى، قال لي تعالي بص هنا على المين، المين بكام هنا للاختيار الحالي، 1.78. حلو، ده المين اللي هو المتوسط. فاذا انا اقدر اقول ان المتوسط الاختيار الحالي مدرج المستشفيات هو 1.78، ده اللي هو اقرب لفئه الايه، لفئه الموافقون، لان احنا اتفقنا موافق جدا كان 1، موافق بس كان 2، 3 كان محايد، 4 كان غير موافق، 5 كان غير موافق بشدة. إذا المتوسط هنا أقرب لمين؟ أقرب للواحد والاتنين، اللي هي في ناحية مين؟ لناحية الإيه؟ الموافق بشدة والموافق. إذا ده الاختيار الحالي لمدراء الإيه؟ المستشفيات. إذا أقدر أقول هنا إن الاختيار الحالي لمدراء المستشفيات بيكون أقرب إلى الإيه؟ متوسط الإجابات أقرب إلى الفئة الإيه؟ إلى الموافق. طيب المتوسط معناه إيه؟ الميديان. الميديان طلع بواحد، معناه إيه يا جماعة؟ ده معناه إن 50% من البيانات أقل من موافق، موافق بشدة اللي هو مفيش، يبقى مفيش حاجة حد أقل من موافق. هي كده المتوسط كل الناس يا إما موافق بشدة يا إما أعلى، تمام؟ مفيش حد أبدا يعني يبقى كده كل البيانات معناها إنهم اختاروا إيه، يا إما موافق بشدة يا إما إيه أعلى من كده. مفيش حد، مفيش 50% بقى أقل، لأ ده كله، معظم العينة أصلا اختارت الإيه، الموافق. طيب هنا الانحراف المعياري بكام، اللي هو الستاندرد ديفيشن بكام، 1.089. ده معناه إيه؟ معناه إن مقدار التشتت في هذه البيانات هو 1.089، يعني إيه مقدار التشتت قليل، ولكن ممكن أقدر أقارنه بقى بحاجات تانية. يعني في الأناليسز أقدر أقول هنا الإيه، هنا التشتت هو أقل بالنسبة للعبارة الأولى اللي هي الاختيار الحالي لمدراء المستشفيات. طب المدة اللي هو إيه؟ المدة اللي هو القيمة الأكثر تكرارا في البيانات. يعني مثلا أنا هنا المود لو بصيت، أنا متوقعة إن الواحد أصلا هو اللي يكون أعلى حاجة، ده إذا كان الميديان اللي هو بيقول لك 50 أقل و50 أعلى، لأ ده كله طلع إيه؟ فوق الواحد، يعني ده معناه إن الواحد مسيطر على جزء كبير جدا من البيانات. أنتوا عارفين واحد ده معناه إيه؟ معناه إن أنا في المتوسط جيت أرتب، عشان بس الأمور تبقى واضحة، ده معناه إن أنا جيت أرتب ال 400 وشوية، قعدت أعمل واحد واحد، قعدت أرتبهم بقى، وأنا برتب في الترتيب فضل يعمل واحد 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 لحد ما وصل لحد الآخر بقى، مشي قعد يرتب لحد ما وصل لآخر فئة، فخد الرقم اللي في النص لقاه كام؟ لقاه واحد. ده معناه إن في عندي، لو انا عندي الداتا 400 يبقى 200 هنا، ولو الداتا 401 و200 هنا، ده معناه ان انا فضلت امشي 200، اعد 200 اوبزرفيشن، وستيل انا لسه في النص لقيت برضو الواحد، فده الميديان، ده طلع الميديان. ده معناه ان اكتر من 50% من البيانات مالهم ناس ايه، موافقه، ناس ايه مالهم، موافقون على الايه، موافقون بشده كمان. فلو بصيت هنا فعلا هلاقي ان ده ريفلكتد في اي جزء، ريفلكتد كمان في هنا، يعني ارجو ان الناس يكون الحته دي واضحه عندكم، هلاقي انه وافق بشده فعلا في اكتر من 54% موافقين، اهم موافقون بشده، وده اتحصل له ريفلكشن فين؟ في الميديان هنا. لو شفنا مع بعض في الميديان فعلا مديني واحد واحد، يعني ايه؟ يعني فعلا الرقم اللي في النص هو واحد، يعني كل اللي قبله 50% واحد برضو، لانه عمال يعد بالترتيب، لان احنا اتفقنا ده الميديان، وستيل احنا عند الواحد، ده معناه ان في اكتر من 50% ده متوقع من قيمه الميديان. وشفنا قيمتها الرقميه بالظبط لانها 54، وده منطقي هنا، تمام؟ طيب المود هو الاكثر قيمه تكرارا في البيانات هو الواحد، وده منطقي برضو لان احنا
ده احنا معديين عمالين نعد بالترتيب الابجدي لحد ما وصلنا لاكتر من واحد، فده منطقي. الرينج هو ايه؟ هو الفرق ما بين القيمه الاعلى والقيمه الاقل، دايما طول الوقت هنلاقيها 4. ليه؟ لان اعلى رقم هو 5 اللي هو غير موافق بشده، واقل رقم كام؟ واقل رقم معايا هو الايه؟ هو الواحد، يبقى 5 ناقص 1 ب4، وده منطقي. الا اذا بقى اللهم ما حدش جاوب وقال لي غير موافق بشده، ساعتها مش هلاقيها 4، ساعتها هلاقيها 3 مثلا، تمام؟ ولكن في كلهم هنلاقيها ايه؟ 4. بالنسبه للاختيارات اللي ماشيه بالسكيل اللي هو الليكرد سكيل من 1 ل5، هنلاقيها طول الوقت واخده ايه؟ واخده 1 2 3 4، هنلاقي دايما الرينج ب4. الوظيفه بقى والحاجات دي كاتيجوريز تانية، تمام؟ الوظيفه كان عندي فيه حاجات وظيفه واخده 6 و7 وكده يعني. طيب برضو هنا المؤهل، الاختيار المؤهل العلمي فقط كان واخد كام؟ واخد هنا مثلا المين واخد 2.08، ده المين، فهنقول ان متوسط القيم عند الاتنين. ده معناه ايه؟ هنا هنلاقي ان فئة الموافقون قلت شوية، اتزحزحت شوية ناحية المحايد والايه؟ لان احنا عندنا 1 موافق بشدة، 2 موافق، 3 محايد، يبقى احنا رايحين اتجاه اكتر يعني. الاكتر في الموافقة كانت العبارة الاولى اكتر من العبارة التانية، ولكن ستيل هي اقرب برضو للفئات الايه؟ لناحية الموافقون، ولكن هنلاقيها اقل شوية. وده هيتحصل له ريفليكشن فين برضو؟ في اللي هي ايه؟ في البرسنتج. هنلاقي المؤهل اللي هنا دي المدراء العلمي هنلاقي 54 و28، لا هنلاقي ان الفئات دي قلت شوية، هنا بقت 44 وبعدين 28 قلت، فعشان كده هنلاقي برضو ان المين والميديان اتأثر هنا. مهم جدا القراية بالشكل ده، انا بقراها معاكم بالشكل ده وبقراها معاكم عشان اديكم فول انفورميشن وفول نوليدج عن الفكره دي. ما ينفعش ناخد الحاجات كده ونعلق ونخلص وتمام، لا، بناخد الحاجه ونربطها بده ونعرف احنا ماشيين ازاي وفاهمين الداتا كده. انا فهمت الداتا اكتر، فهمتها جدا، تمام. لو حد عنده سؤال يساله برضو في الكيو اند ايه، تمام. ده بالنسبه للجزئيه دي. اقدر الخص طبعا كل الكلام ده في جدول واحد زي ما اتفقنا، العبارات هكتبها هنا كلها كامله، وبعدين اجي اكتب المتوسط هنا، كان الاولى مثلا 1.7، اللي بعدها كانت 2.01، كان الوسيط هنا كان الوسيط 1.1، وكانت دي 1 point مثلا 03 او whatever. فببدا اكتب افرغ المعلومات هنا، هيبقى الجدول ده الطف بكتير من الجدول ده. الجدول ده كده مش هيبقى مفهوم للناس، هيبقى طويل كده مش هيتظبط. فلازم وقتها في حالات، اللي عايز اوضحه ان في حالات باخدها ان الجدول اخده زي ما هو وانقله، وفي حالات تانية انا بظبط الجدول تاني وابدا ان انا اهيئه بشكل الطف للناس، تمام. وممكن اعمل الوان، بس الاحسن طبعا تبقى الالوان بالجراي، وده عشان ده بحث علمي. طيب ده بالنسبه للجزء ده. حد عنده اي استفسار في اللي فاتوا ده؟ يعني انا مستعده اسمع اراء حضراتكم دلوقتي. أنا دلوقتي كل اللي اتكلمت فيه زي ما اتفقت معاكم هتكلم في الإحصاء الوصفي، فاتكلمنا بشكل واضح على الرسومات وأنواعها والجداول التكرارية والمقاييس الإحصائية. طيب احنا هنكمل تاني إن شاء الله حاجات أدفانسد، بس لازم الكلام ده يبقى واضح بهذا الشكل. معلش أنا عارفة أنا ماشية ببطء، بس ده مهم جدا، تمام، عشان الناس كلها يبقى الرؤية واضحة، لأن في ليفلز مختلفة، تمام. طيب أنا بس عايزة أقول نقطة زيادة في ال5 دقايق المتبقية دي، اللي هو موضوع البوكس بلوت. البوكس بلوت ده أنا يعني بالنسبة لي حاجة مهمة قوي في فكرة الاكسبلور الداتا، وأنا بكتشف الداتا في الأول بقدر أشوف هل في أوتلاير ولا لأ، يعني الداتا عندي فيها مشكلة ولا لأ. جماعه انا ما اعرفش موضوع جروب الواتساب، ما فيش حاجه، ما فيش حاجه اسمها جروب واتساب، انا واحده مجرد بس بدي السيشنز دي وخلاص. طيب انا ممكن اكتب رقم غريب هنا عند سنوات الخبره وليكن مثلا 99، تمام، وعايزه بقى اشوف الاوتلاير هنا هيكتشفها ازاي البوكس بلوت. احنا ضفناها 99 في سنوات الخبره، تمام. خلينا نشوف، بصوا هنا
هنجد انه هنا اداني سنوات الخبرة في الذكور والإناث. ده البوكس بلوت، ده البوكس بلوت. طبعا هشرحه لكم المرة الجاية باستفاضة، هيبقى لطيف جدا ان انتوا برضو تبصوا عليه. تمام، هنلاقي هنا 14. شايفين 14 دي؟ 14 دي اللي هو القيمة اللي حصل فيها اوتلاير، هي اللي بره البوكس بلوت. يعني ده البوكس بلوت بالنسبة لي، القيمة رقم 14 دي هي اللي بره البوكس بلوت. تعالوا نبص مع بعض. ال 99، اه فعلا شايفين هنا الاوبزرفيشن رقم 14 هي اللي طلع فيها الاوتلاير. اذا ده هيديني انديكيشن، هنا بيديني جرس انذار بيقول لي خدي بالك هنا عندك في اوتلاير في البيانات، فانا هضطر ارجع للبيانات واشوف القصه دي فيها ايه. فهرجع للبيانات، اه هلاقي بقى اه في هنا 99 عندي، في مشكله عندي في الرقم ده. اذا هكتشف ان في غلطه. سنوات الخبره واخده ليفل من 1 لـ5 بس، ما عنديش ليفلز تانية لسنوات الخبرة. هعرف هكتشف ان الرقم ده فيه مشكلة، وهبدأ احلها واعمل لها كليننج قبل ما ابدأ ايه الاناليس. فالبوكس بلوت من الحاجات المهمة جدا اللي هي وظيفتها الرئيسية انها تعمل ديتكتنج للايه، للاوتلاير. تمام، طيب ده بالنسبة للموضوع ده. المفروض كده خلصنا المحاضرة. عايزة بس اجاوب على السؤال المهم اللي انتوا بتسألوه. بصوا، بالنسبة لموضوع تسجيل المحاضرات، تسجيل المحاضرات ده إن شاء الله هيوصل لكم في أسرع وقت، والمحاضرات هتنزل لكم. أنا بس ما أنا إلا شخص بدي السيشنز دي للعلم وأديها لكم يعني فقط. تمام، بالنسبة لتسجيل المحاضرات والبيانات والحاجات دي كلها، كل الكلام ده إن شاء الله هيجي لكم في شهادة طبعا إن شاء الله بإذن الله تاخدوها. الجامعة أعتقد هم متكفلين بيها لحضراتكم، وإن شاء الله توصل لكم بإذن الله. أنا بدخل أسجل بس في مشكلة. إيه المشكلة طيب يا مارينا؟ قولي لي كيف نحصل على تسجيل المحاضرة. إن شاء الله في أقرب وقت هيديها لكم بإذن الله. هيجي لكم على إيه؟ هسأل، والله هسأل لكم وأقول لكم. بس هم قالوا لي إن هم يعني إن شاء الله هيبعتوا لكم التسجيل المحاضرة. ما فيش واتساب والكلام ده؟ لا ما فيش. العفو يا صفاء، تسلمي. ارجو بس ان يكون الكلام مفيد. دكتورة ايمان نجيب، شرحك ممتاز ما شاء الله، الله يكرمك يا دكتورة ايمان، تسلمي. في مادة علمية ان شاء الله اللي هو الحاجات السلايدات اللي شرحت منها في الاول، وفي اللي هو ده. شكرا جزيلا يا دكتورة على هذا الطرح الرائع، الله يكرمك يا دكتور زكريا. معلش أنا عارفة ممكن تكون كمان المعلومات دي بالنسبة لكم سهلة، بس لازم أبدأها واحدة واحدة عشان ما أجيش في الأول أقول حاجة ما تكونش مفهومة. أنا عايزة الكلام يبقى واضح قوي، يبقى الكلام واضح جدا عشان يبقى في الأول لما بقول كلام بعد كده يبقى أنتوا بانيين أساس بشكل سليم. احنا لسه مكملين مع بعض شوية يعني، فبناخد الأمور واحدة واحدة. هتحفظ بيرجعك تاني تكتبيها. ماشي، هسأل على الكلام ده. وبتبقيش سجلتي، ما بتعرفيش سجلتي ولا لأ؟ ها مارينا، خلاص ماشي، هسألك على الموضوع ده برضو، هسأل على الموضوع ده إن شاء الله. خلاص ما تقلقوش، إن شاء الله خير بإذن الله. إن شاء الله بس أشوفكم المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. هنكمل، احنا كده خلصنا الإحصاء الوصفي اللي هو رسومات والجداول وشوية مقاييس إحصائية. هكمل، هبدأ المرة الجاية بس بالبوكس بلوت عشان ده مهم، هشرحه، هشرح شكله، وبعدين نبدأ بقى نكمل تاني الرحلة في الإيه، في باقي الأجزاء الخاصة بالإيه، بالستاتستيكال أناليسيز إن شاء الله. شكرا يا جهاد، سلام. ان شاء الله كل حاجه هتبقى سهله، الكلام جميل ما فيهوش مشكله، ما تقلقوش والله. هو بس كمان التحليل الاحصائي واخد حاجات كتير يعني دايمنشنز كتير. احنا عندنا ده في تحليل احصائي تاني للميديكيتنج والمودريتور، ده بيبقى تبع الناس اللي ماشيين باموس. في برضو القصه اللي هي الخاصه بالناس بقى اللي شغالين تايم سيريز، فده برضو احصاء، تحليل احصائي اخر. ولكن احنا ماشيين التحليل الاحصائي بالاس بي اس اس فور سوشيال ساينسز، فده لطيف جدا ان شاء الله هيفيدكم وهيفيد ناس شغاله كتير.
الستاندرد ديفيشن ده اللي هو الانحراف المعياري، ده اتكلمنا عنه، اللي هو فكرة الانحراف المعياري، البعد عن الوسط الحسابي قد ايه، قد ايه انا ببعد عن الوسط الحسابي، كل ما بعدت اكتر كل ما هلاقي الانحراف المعياري ده كبير، فده هيقيس التشتت. انا هتكلم عليه تاني المرة الجاية، هشرحه، هكتب القانون واشرحه بشكل تفصيلي اكتر المرة الجاية برضو لو حابب يعني. تمام، اسألني السؤال ده في بداية المحاضرة ممكن اراجع عليه. هو الفاريانس، ما هو الفاريانس الستاندرد ديفيشن ما هو الا جذر الفاريانس. تمام ماشي يا احمد، فالمرة الجاية ان شاء الله خليني كده ابدأ بيها الحتة دي برضو تاني، بس فكرني انا هبدأ المرة الجاية بإذن الله تعالى البوكس بلوت عشان مهم، وهتكلم على برضو هراجع تاني كده المقاييس برضو، وهتكلم على الفاريانس والستاندرد ديفيشن، وهنبدأ حاجة جديدة زي كل مرة، ببدأ افتح في موضوع ونبدأ نكمل على المرة اللي بعدها عشان بس دماغكم تبقى ايه في الموضوع. شكرا يا هبة ويبارك لك يا رب. خلاص أشوفكم إن شاء الله المحاضرة اللي جاية بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.